يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء كان وعد مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر فمن لغى فلا جمعة له.
أنصتوا رحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو على كل شيء قدير أشهد بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونستعينه سبحانه وتعالى وهو نعم المستعان ونستغفره وهو الغفور الرحيم هو أهل التقوى وأهل المغفرة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله أرسله إلى الناس كافةً بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير يعني أي خصال الإسلام خير فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف يعني بذل السلام للعالم كما جاء في أثر عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه عباد الله كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن السلام وآداب السلام في الإسلام فالسلام معاشر المؤمنين منظومة أخلاقية أخرى من مجموعة المنظومات التي تحدثنا عن بعضها أقول المنظومة لأنه يشمل حياة الإنسان كلها فالتحية التي نعرفها بتحية الإسلام هي جزء من هذه المنظومة منظومة السلام وذلكم معاشر المؤمنين لأن معنى السلام في الإسلام معنى كبير معنى واسع جدا أولا فالسلام اسم من أسماء الله تعالى هو السلام المؤمن المهيمن كما جاء في سورة الحشر فانطلاقا من هذا الاسم بث الله سبحانه وتعالى السلم في المخلوقات في مخلوقاته كلها كان الله عز وجل السلام من أجل أن يتجلى السلام في كل شيء في حياة الناس في كل شيء في حياة الناس كلها
فمن أسمائه سبحانه وتعالى السلام، ومن فعل غير ذلك فقد جانب الصواب في التعامل مع هذه الصفة، مع هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله الحسنى فائدة معرفتها وفائدة حفظها وفائدة إحصائها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. التعامل معها، التعامل مع هذه الأسماء إذا كانت خاصة بالله سبحانه وتعالى فإنها تقابل فيك صفات أخرى كصفات الضعف والعجز والجهالة التي تقابل صفات القوة والغنى والرحمة والمغفرة في الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه الصفات كالسلام والمؤمن والرحيم وغير ذلك من الصفات التي اقتبس الإنسان شيئا منها، فإنك يجب أن تتخلق بهذه الأسماء وأن تتخلق بهذه الصفات. إذا كان الله سبحانه وتعالى سلاما فلماذا أنت تخالف السلام؟ فلماذا أنت تجهز على السلام؟ ولذلك ما بعث الله عز وجل نبيا ولا رسولا من الرسل إلا من أجل السلام، إلا من أجل أن يبث السلام في الأرض. فآدم عليه الصلاة والسلام، فمن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما بعثوا إلا من أجل نشر السلام، إلا من أجل أن يجعلوا البشرية على هدى السلام وعلى سبل السلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قد جاءكم من الله نور، النور محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين، والكتاب المبين القرآن الكريم. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء القرآن الكريم إلا من أجل أن يهدينا لنتبع سبل السلام، سبل السلام في تفكيرنا، سبل السلام في نفوسنا، سبل السلام في أرواحنا، سبل السلام في معاملاتنا، سبل السلام في عبادتنا، سبل السلام في علاقاتنا، سبل السلام في جميع مناحي حياتنا. لأننا نحتاج إلى السلام في الأرواح، سلم الأرواح، أمن الأرواح. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالسلم هنا فسر بالإسلام، ولكن لماذا جاء السلم؟ لأن حقيقة الإسلام هي السلام. من أغراض الإسلام ومن أهدافه أن ينشر السلام. ادخلوا في السلم أي في الإسلام، والسلم من أهداف الإسلام ومن أغراضه، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالحج فيه أركان أخرى، ولكن لماذا قال الحج عرفة؟ أي عرف أهم أركان الحج. فالسلم أهم صفات الإسلام، أهم صفات وخصال الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلام هو رسالة المسلم، عندما تكون مسلما فرسالتك في هذه الأرض هي رسالة السلام، تحمل إلى الناس سلاما، تحمل إلى الناس أمنا، حتى ولو كانوا غير مسلمين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، أي أبلغه سلامه، اجعله في سلام وأمن وأمان. فكل من يصف الإسلام بغير هذه الصفة، سواء كان من المنتسبين إلى الإسلام أو أعداء الإسلام، فإنهم لا يعرفونه، فإنهم لا يعرفون هذا الدين. من يصفون هذا الدين بأنه ليس دين سلام، بل هو دين حرب أو دين عنف أو دين إرهاب أو غير ذلك من الصفات التي تطلق على هذا الدين وعلى أتباعه، فكل من يصف هذا الدين بهذه الصفات فإنه لا يعرفه. فعليه أن يعاود نفسه وأن يعيد نظره وأن ينظر في تعاليم الإسلام، ولماذا جاء القرآن، ولماذا جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. لا تقل لمن ألقى إليك السلام، سواء كان هذا مؤمنا أو كافرا، سواء ألقى إليك السلام يعني بمعنى أعلن لك الشهادة
في ميدان القتال طبعا، لأن الآية تتحدث في ميدان القتال بين أهل الكفر وأهل الإيمان. فمن قال لك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يجوز لك قتله، بل وإن لم يقلها فمن ألقى إليك سلاما وألقى سلاحه إلى الأرض فلا تقتله ابتغاء عرض من الدنيا قليل. فأنت تريد قلب هذا الإنسان لكي تهديه إلى الله، ولا تريد ماله ولا جسمه ولا ذاته. فرسالتك أنت أخي المسلم أن تبين للناس بأن هذا الدين دين سلام، فيظهر ذلك في نفسك، ويظهر ذلك في أقوالك، ويظهر ذلك في معاملاتك، فتخرج إلى النتيجة والخلاصة التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عدنا من الإسلام إلى السلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والسلام معاشر المؤمنين هو تحية المسلمين من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقه على صورته، على صورته أي على صورة آدم وليس على صورة الله عز وجل. فالضمير يعود على آدم، ومعنى خلق آدم على صورته يعني خلقه على صورته التي كان عليها في ذلك الوقت، بمعنى لم يتدرج في المراحل التي تدرجنا فيها، لم يكن آدم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم مولودا ثم شابا ثم كهلا، وإنما خلق آدم على هيئته الأولى في اللحظة الأولى 60 ذراعا في السماء عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل له: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم فإنهم سيجيبونك، فبما أجابوك فهي تحيتك وتحية ذريتك. فذهب آدم عليه الصلاة والسلام وقال للملائكة: السلام عليكم. فقالوا له: وعليكم السلام ورحمة الله. فزادوا ورحمة الله. ومن تعاليمنا في ديننا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال السلام عليكم فقل: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا زاد ورحمة الله زيد أنت ورحمة الله وبركاته. فإذا زاد وبركاته فقد استحب بعض العلماء أن تزيد ومغفرته. ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته. فكانت تحية آدم عليه الصلاة والسلام. وقد سلم الله عز وجل على جملة من الأنبياء والرسل ذي كتابه: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على آل ياسين، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على المرسلين، قل الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. إذن فهي تحية المسلمين من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تحية أهل الجنة. فإذا تعلمنا هنا أن نكون على سلم، ويسالم بعضنا بعضا ويسلم بعضنا بعضا، فإننا يوم القيامة سنتمتع بهذه القيمة. ستدخل علينا الملائكة إن شاء الله تعالى ويقولون لنا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم فنعم عقب الدار. فتكون تحية أهل الجنة هي السلام. فمن أراد أن يكون له حظ ونصيب من تلك، لأن تلك هي دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فليكن من أهل السلم والسلام في هذه الدنيا، وليتبع تعاليم الإسلام، تعاليم القرآن والسنة، فإنها كلها سلم وكلها سلام وكلها سلامة وكلها بركة وكلها أمن وكلها أمان. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وفي حديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين،
عباد الله، روى البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هذا الحديث أورده الإمام البخاري معلقا، معناه معلقا أنه لم يسرده، وأورده كذلك موقوفا على الصحابي الجليل عمار بن ياسر، أي لم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال عمار: ثلاث من كنا فيه. وقال العلماء: هذا الحديث له حكم الرفع، لأن مثل هذا الكلام لا يقال عن الرأي والاجتهاد، إنما يقال عن الوحي. فلا شك أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه سمع هذه الكلمات التي هي من جوامع الكلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الكلمات الثلاث؟ الإنصاف من نفسك، أن تكون منصفا ولو على نفسك، ولو على أقاربك، ولو على والديك، أن تكون منصفا، أن تعطي لكل ذي حق حقا. الثانية: بذل السلام للعالم، وهي موضوعنا، ومعنى العالم لكل الناس، فلم يستثني أحدا من الناس، لم يقل سلم على من عرفت، من لم تعرف لا تسلم عليه، سلم على من تحب، على من يعطيك، على من ينفق عليك، لا، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. بذل السلام، والبذل هو العطاء، وليس العطاء فقط في المال، وإنما أيضا يكون العطاء، وهو أحسن العطاء، يكون في القول: وقولوا للناس حسنا وأحسن القول السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا أرحامكم ولو بالسلام، صلوا أرحامكم، لأن صلة الرحم أحيانا يمنعها العطاء، تقول: ليس عندي ما أعطي لهم إذن فلا أذهب، لا، اذهب وسلم عليهم، فإن من العطاء السلام. صلوا أرحامكم ولو بالسلام. والإنفاق من الإقتار، الكلمة الثالثة، الإنفاق من الإقتار بمعنى أن تنفق ولو على ضيق ذات اليد، ولو على قدر بسيط، لا تنتظر حتى تكون غنيا ثريا ثم بعد ذلك تنفق وتصدق، وإنما تصدق من الموجود، تصدق مما عندك، فإن الله سبحانه وتعالى وعد المنفقين بالإخلاف، فقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ومن آداب الإسلام، ومن آداب السلام في الإسلام، أن البداءة به سنة، يعني أنك تبدأ شخصا بالسلام فتسلم عليه، هذه سنة، ولكن الرد واجب، ولكن أن ترد عليه رد السلام واجب، لأنه يمكن أن تلتقي بشخص لا يسلم عليك ولا تسلم عليه، ما فيه إشكال، ولكن أن يسلم عليك فلم ترد عليه فيه إشكال كله. ولذلك كانت البداية أن تبدأ به كان سنة، ولكن أن ترده كان واجبا. ولذلك أعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من حق المسلم على المسلم رد السلام، وقال تعالى: وإذا حييتم، لم يتحدث عن المبتدئ، ولكن يتحدث عن الرد، عن الذي سيرد: وإذا حييتم بتحية فحيوا، هذا أمر وجوب، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن آداب السلام كذلك أن تسارع إلى البداية به، فإذا التقى شخصان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وإذا تخاصم شخص مع شخص فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني أخيرهما الذي يكسر تلك الخصومة، الذي يهدم تلك الخصومة، يلتقيان فيعرض هذا بوجهه ويعرض هذا بوجهه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني يذهب إلى صاحبه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، لكي يكسر ذلك الحاجز النفسي الماثل بينهما. ومن آداب السلام كذلك أن يسلم الصغير على الكبير، وأن يسلم الماشي على الجالس، وأن يسلم القليل على الكثير، وأن يسلم الراكب على الماشي، وهكذا مجموعة من الآداب. ومن آداب السلام كذلك أنه لا يغني السلام في الأول عن الثاني، بمعنى إذا دخلت تسلم، وإذا أردت أن تخرج تسلم، إذا دخلت على شخص في بيته مثلا أو في منزله تقول: السلام عليكم ورحمة الله، فإذا أردت أن تودعه وتنصرف تقول مرة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله، فليست الأولى بأغنى عن
الثانية، فالأولى لا تغنيك عن الثانية، فالسلام بدءا والسلام عودا. ومن فضل السلام أنه ينشر الألفة بين الناس وينشر المحبة بين الناس، فإذا أردت أن تكون محبوبا في الدنيا ومحبوبا في الآخرة فعليك بنشر السلام، أفشوا السلام بينكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فمن أراد أن يدخل الجنة فليفشي السلام بين الناس هنا، من أراد أن يكون محبوبا فليفشي السلام هنا. فالإنسان يحب ثلاثة أشخاص، الإنسان عادي يحب ثلاثة أشخاص: الشخص الأول من يسلم عليه، الشخص الثاني من يناديه باسمه، الشخص الثالث من يتفسح له في المجلس. فإذا تفسح لك شخص في المجلس وقال تعال اجلس هنا فإنك ستحبه طبعا، وإذا نادك باسمك الذي تحب ولم ينادك بالألقاب التي تكرهها فلا شك أنك ستحبه، وإذا سلم عليك فلا شك أنك ستحبه. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عموما بقوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الأنصار والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم ولا تحد بنا عن نهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم انصر من قلدته أمر عبادك المؤمنين أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، اللهم وفقه للخير وعين عليه، اللهم بارك له في صحته وإيمانه، اللهم احفظه في حله وصرحاله وفي حركاته وسكناته وفي جميع أحواله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أقر عينه بصاحب السمو الملك الأمير الأمجد مولانا الحسن، وشد أزره بشقيقه الرشيد مولانا الرشيد وبباقي أفراد أسرته الشريفة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وارحم اللهم الملكين المجاهدين البطلين مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجعلهما في مقعد صدق عندك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وتوفنا غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والسلام والاستقرار، اللهم رد إلى الأمة الإسلامية أمنها واستقرارها في ظل العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير وجنبنا كل شر وضير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وانا مع الشهيدين. استووا واعتدلوا يرحمكم الله، واخشعوا في صلاتكم من واصل الصفوف مال وصل صفا، وصله الله تعالى. الله
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. كثيرا طيبا بارك فيك. اسم شيء. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم انت السلام والسلام. تبارك وتعالى. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. فاتح الوالدين محبسين اللهم اغفر لهم وارحمهم. مولانا السلطان الله ينصر وبارك في عمره. اللهم وفقه للخير وأعينه علىه. اللهم اصح به وعلى يديه. اللهم أصلح به البلاد والعباد. اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين بجاه النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم سليما. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.